مرحبا بالمشاهدين مع الريتنج والملخص الأسبوعي، وأرجو منكم دعم القناة بالاشتراك ولايك للفيديو. مسلسل الممثل فياض شريف أولو الجديد، ومن بعد استمراره على 3 مواسم في بطولة مسلسل فتاة النافذة، وبحكم عقده الناجح مع شركة إنتاج مسلسل فتاة النافذة، قام الممثل فياض بتجديد عقده مع شركة OGM وهي المنتجة لمسلسل فتاة النافذة، ليكون هو بطل أحد المسلسلات القادمة لشركة OGM. وعلى غرار الممثل فياض شريف أولو، لن تبتعد كثيرا الممثلة إدا إيجي عن شركة ميد للإنتاج، حيث ومن بعد نجاح مسلسلها التفاح الحرام والذي تم إنتاجه من قبل شركة ميد للإنتاج، قررت الممثلة إدا تجديد عقدها مع شركة ميد للإنتاج ليكون مسلسلها القادم من شركة الميد. الممثل بوراك أوزيفيت في بطولة الحلاق. وافق الممثل بوراك أوزيفيت على أن يكون هو بطل فيلم الأكشن الجديد وهو بعنوان الحلاق، وسيكون الفيلم لصالح أحد المنصات الرقمية. ومن الأسماء التي انضمت إلى طاقم هذا الفيلم هو الممثل مارتيا زيولو ليجسد دور ابن بوراك، ذلك وفي إطار أحداث الفيلم، وهذا الفيلم سوف يكون من إنتاج شركة OGM. ممثلة تنضم إلى طاقم مسلسل سيريناي سيركايا الجديد. مسلسل من أتى ومن ذهب هو أجدد مسلسل رقمي من بطولة الممثلة سيريناي والممثل ميتين أكدولجار، ويشاركهم في البطولة الممثل أحمد رأفت. وانضمت إلى الطاقم الممثلة بادي إشيل لتجسد دور شخصية تدعى توبا. يذكر ومن أفراد طاقم هذا المسلسل الرقمي هم كل من دملة سنماز وبوران كوزم وزينب توتشيبايات، وهذا المسلسل سيتاح للمشاهدة عبر الإنترنت في العام القادم. احتفال طاقم مسلسل رجل العصا بنهاية الموسم. وفي حفل بسيط اجتمع طاقم مسلسل رجل العصا بنهاية الموسم الأول من المسلسل، مع العلم بأن طاقم المسلسل سوف يجتمع من جديد بعد 1.5 شهر من الآن لتصوير أولى حلقات الموسم الثاني، والتي سوف تعرض في الموسم الجديد ألا وهو شهر سبتمبر. وهذه المشاهد الأولى من المسلسل الصيفي الجديد أغنية الصيف بطولة نيلسو برفين أكتاش ومصطفى مارتكوتش وإفي كانجان. وهذا هو البوستر الرسمي لمسلسل من يقع بنفسه لا يبكي، والذي سيبدأ في أمسية اليوم 22 من شهر يونيو الجاري على قناة تيري تيبير.